نرجع على نقطتين قلتهم مهمين جدا في مساله ان بيقابلك اشخاص من الشارع بيقولوا لك ان احنا عندنا رجل اعمال فلاني او عندنا فساد في المنطقه فلانيه. بتتصرف معاه ازاي؟ يعني انت خدت منه المعلومه عن رجل الاعمال الفلاني او عن جزئيه الفساد المعين اللي هو قال لك عليه، بتتصرف ازاي بعد كده؟ شوف مرصد، في عندي كمان مرصد مهم. تجمع لدينا كم كبير من رجال اعمال ورياضيين وفنانين، وخاصه رجال اعمال مش معروفين، لكن انت بتتحرى، بمعنى انه بتسال هل ده فعلا رجل اعمال عنده مش عارف ايه. وبعدين رجال اعمال احنا بنتكلم عنهم ثرواتهم ظاهره، مش محتاجه انك تدعبس وراه. يعني هتلاقي عنده أراضي مش عارف بيبني عليها إيه، وعنده منتجعات، عنده مصانع، عنده شركات، يعني ظاهر مش مستخبي. ده تحرى عنه، يعني في خاصة في المحافظات بتلاقي مثلا رجل أعمال مثلا في المحافظة على قده كده برضو أيام الفساد، واخد له قطع أراضي بالمليارات برضو كده مش عارف، واخدها الملايين وعلى جنب، وبيعمل مصانع وبيعمل بتاع مش عارف إيه. ده بتحرى عنه في محافظته في منطقته، وبيبقى ظاهر للناس اللي فعلا بيشار اليه بالبنان ان فعلا ده رجل اعمال وعنده كذا وعنده كذا.